تلقى عصام الحضري مدرب حراسة مرمى المنتخب الأولمبي دعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لحضور مباراة كأس العالم في قطر اللي تنطلق إن شاء الله 20 نوفمبر الجاري، وتضمن الدعوة تكريم الأسطورة طبعا عصام الحضري باعتباره أكبر لاعب يشارك في مباراة كأس العالم عبر التاريخ. وشارك الحضري مع منتخبنا الوطني زي احنا فاكرين في مونديال روسيا الأخير عن عمر 45 سنة و161 يوم. بسم الله ما شاء الله. وده كان في لقاء السعودية طبعا في دور المجموعات في كأس العالم 2018، وطبعا دعوة مهمة جدا لواحد من أساطير طبعا حراسة المرمى المصرية كابتن عصام الحضري. نتمنى ان احنا نشوفه ان شاء الله في كأس العالم.